تحفيز كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. اكيد زي ما قلنا قبل كده الفرحه بتبقى بسيطه ولسه عندنا مباريات سواء في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه، لكن في هذه اللحظات الفرحه موجوده طبعا داخل فندق الاقامه بعد تاهلنا به مجموعه اقل مباراتين. هنقابل الترجي، مباراه هتكون قويه ايضا كمان، لكن اروح سريعا كمان للكابتن مصطفى كمال مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. ببارك لك كابتن مصطفى على المباراه، مباراه كانت صعبه زي ما قلنا، يمكن الاهداف اللي احنا احرزناها في المباراه الاولى كان ليها تاثير النهارده بشكل كبير جدا. مباراه غايه في الصعوبه، حضور جماهيري كان كبير جدا جدا. قول لي النهارده بتشوف التاهل ازاي وبتشوف الجيم ازاي، وحابب تقول ايه بعد هذه المباراه؟ في البدايه طبعا برحب بيكم وبرحب كابتن سيد وكابتن شريف وكابتن محمد حشيش وكابتن اسامه حسني، وبقول لهم مبروك عليكم طبعا، مبروك على جماهير النادي الاهلي. وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي ودي مكانته الطبيعيه. الحمد لله كلنا بنحاول نجتهد ونسعى عشان نحط النادي الاهلي في مكانته الطبيعيه، ولكن المباراه فعلا كانت عصيبه النهارده. انت شفت الحضور الجماهيري والحماس الكبير اللي كان عند الفريق اللي بس فيه جمهورهم، ويمكن ده اللي احنا يمكن افتقدناه احنا كنادي اهلي في المباراه الاولى، ان اتحرمنا من جمهورنا. ولكن الحمد لله احنا قدرنا نتيجه المباراه الاولانيه، احنا يمكن حرزنا هدفين وضيعنا فرص كتير جدا، ولكن النهارده الحمد لله يمكن ضغطنا طبعا في بعض اوقات كتيره من المباراه، وده طبيعي لان طبعا هم ما لهمش مش بياكين على حاجه وكانوا عايزين يجيبوا جون بدري، ولكن الحمد لله احنا تملكنا الحمد لله. ويمكن الشوط الاول طلع 0-0، واحنا كنا قايلين ان اول ثلث ساعه تعدي بس بدون ما نستقبل اهداف دي هتفرق معانا كتير جدا، وبالفعل الحمد لله الشوط الاول خرج بالصوره دي، وجات لنا فرصه يمكن بتاعت حمودي كان باد لك بالنسبه له، لو كنا حطيناها برده كانت ممكن يعني ريحتنا شويه الشوط الثاني، ولكن الحمد لله قدرنا برده ان احنا نحرز هدف الشوط الثاني بهجمه مرتده لوليد الحمد لله عملها بشكل كويس جدا. وبعد كده طبعا يمكن احنا استقبلنا هدف الاولاني. طبعا انا بقول الشناوي النهارده عمل ماتش كبير جدا، سيطر يمكن على كل الكور العرضيه اغلبها، والكور انت عارف سريعه جدا، ان الملعب الترتان بتبقى الكوره سريعه جدا، وهم اجريسيف يمكن ضربوه واحده في سوري واحد شاطه في بطنه في الكوره الاولانيه، والكوره الثانيه واحد ضربه في حتى هو بين الشوطين كان دايخ لان خد كدمه في فكه السفلي، فلكن هو كان تعامل مع الكوره العرضيه بشكل كويس جدا. ده اللي احنا كنا قايلينه ويمكن كنا مستعدين ليه، لان هم نو واي احنا شفناهم الماتش الاولاني وشفنا ماتشاتهم اللي لعبوها، هم بيوصلوا الاطراف عشان يعملوا كروسنج كتير وبعدين بيوصلوا للاجناب، بيطلع باك باس لتحت برده، هو نجح ان كذا كوره يقفل زاويته، وفي كذا كوره ضغط على 6 يارده واكبر الراجل يحطها بره الجون، فلولا الضغط بتاعه ده هو الاكبر اللاعب ان هو يعمل كده. فانا بقول له يعني مبروك عليك ادائك النهارده، وبيكمل الحمد لله يعني مستواه اللي هو ماشي بيه، وهو وزمايله شريف او علي، وهم الحمد لله في منافسه شريفه بينهم، وهي في الاول وفي الاخر المنافسه دي اللي بتؤدي لظهور الشناوي بالشكل ده وبالمنظر ده. هو كان باد لك طبعا، يعني مش عارف احدد الجون الاولاني، هو يمكن هو ما كانش عايز يطلعها كورنر، سهله يطلعها كوره، ولكن هو كورنر صعب برضه عليه انت عارف الكور، فهو حب ان هو في اخر لحظه كان هيطلعها كوره وبعدين قال امسكها. هي انا برضو لسه يعني انا بشوفها كذا مره، شايف انا اعتقد ان هي ما عدتش كلها، ولكن تحت وات ايفر يعني اللي حصل، هو اهم حاجه طبعا ان هو قدر يتعامل مع الكور اللي جات له بشكل كويس جدا، ويحافظ على يعني الحمد لله ان احنا ما نستقبلش اهداف مع الضغط ده كله، وده بيحسب ليه لانه حارس دولي طبعا، تحت الضغوط دي بيبقى الحارس اداؤه طبعا ان هو يتمالك ويبقى هادي ويهدي الناس اللي حواليه ويدي ثقه لخط الدفاع وفرقته. الحمد لله ده اللي قدر يعمله النهارده. يمكن انا مش عايز اتكلم كتير عشان هو، لكن شهادتي مجروحه لان انا مدربه، لكن هو ده حقه، الراجل بيتعب وبيتمرن وهو وكل زمايله، فالحمد لله رب العالمين. انا ببارك للنادي الاهلي ان احنا الحمد لله قدرنا نتاهل ان شاء الله، وباذن الله لسه الفرحه الكبيره ان شاء الله بتتوجنا بالبطوله الافريقيه التاسعه ان شاء الله باذن الله، نهديها لكل جمهورنا باذن الله. اخد من كلامك الفرحه محدوده كالعاده كعاده لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، المشوار لسه طويل، لسه ما حققناش حاجه، عندنا هدف ان شاء الله هذه البطوله. بتشوف ازاي الفتره اللي جايه، بتشوف ازاي مقابله الترجي لسه يمكن ليها وقت شويه، لكن بتشوف ازاي مقابلتين في بطوله واحده دي بتبقى ليها صعوبات كبيره جدا يا كابتن مصطفى؟ والله زي ما قلت هو قدرنا، النادي الاهلي دايما يمكن ما بيعرفش يفرح او ما بيطولش في الفرح، انت على طول مطالب الحمد لله في كل بطوله تخشها ان انت تحقق البطوله، فالنهارده احنا سيمي فاينل خلاص احنا هنفرح النهارده وهنقفل عشان عندنا ماتش في البطوله العربيه الاسبوع الجاي، وبعدين هنستعد ان شاء الله لماتش الترجي باذن الله عشان نبقى مركزين باذن الله ان شاء الله. كل ماتش ليه اعداده الخاص، احنا يمكن لعبنا الترجي في دوري المجموعات قبل كده واحنا عارفينه وهم عارفيننا طبعا، ولكن ان شاء الله باذن الله هيبقى في استعداد. اهم حاجه ان شاء الله ان احنا هنركز الاول في ماتش البطوله العربيه ضد الوصل الاماراتي ان شاء الله باذن الله، وبعد كده هنفكر باذن الله في الماتش الترجي النهائي باذن الله، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله بمؤازره الجماهير ان شاء الله اللي يملوا الاستاد باذن الله ان شاء الله نحاول باذن الله نخلص يعني عايز اقول ايه بخطه كبيره جدا في المباراه الاولى ان شاء الله، ونتوج في المباراه الثانيه في رادس ان شاء الله كالعاده ان شاء الله باذن الله.
يوسف بيدعبك وبيقول لك السفاره مستنيه. مش عارف اتكلم انا، فهعمل استاذن بقى انا. يلا عشان هو عايز يتكلم والناس اعضاء السفاره، فربنا يخليك يا كيم، ربنا مبروك عليك ومبروك عليك. شكرا. بنشكر اكيد كابتن مصطفى كمال، وبنشكر كل الجهاز الفني وكل لعيبه النادي الاهلي. فرحه مميزه وفرحه كبيره لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني. اكيد يمكن كده خلاص انتهت كواليسنا هنا في الجزائر، على امل ان شاء الله في البطوله العربيه. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ.